مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم بحلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة ووصفات بإذن الله تنول إعجاب حضراتكم. أكيد بالنسبة للمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده يمكن تكونوا توقعتوا إحنا النهاردة هنعمل إيه، وأتمنى يا رب الوصفة تنول إعجاب كل مشاهدينا. اسمحوا لي في أول حلقة بس الأول أبعت مباركة لإسلام وأقول له ألف مبروك عرسنا يعني كل الرجولة وكل الأخلاق وكل التربية، وألف مبروك يا إسلام، وألف مبروك لمي، وألف مبروك لأم إسلام، ويا رب دايما في أفراح، ويعني مبروك لأنه اتجوز امبارح، وأتمنى يا رب ليك حياة سعيدة مليئة بالسعادة وراحة البال والرضا، وربنا يحفظكم جميعا يا رب. ومبروك لكل من صادف امبارح كان فرحه مع إسلام، ألف مبروك ليكم وعقبال أولادكم جميعا يا رب. دلوقتي هنبدأ نعمل وصفة المفتقة. المفتقة من الوصفات المحببة والشتوية، واللي فيه يعني أسر كتير جدا بتحبها، ويمكن احنا يعني اتربينا عليها. وكان زمان لما الولاد يبقوا ضعاف كده ورفيعين يقولك ايه، اعملوا لهم مفتقة، أكلوا مفتقة، وكانوا كمان بالمقابل يأكلوهم ايه، مربة خرز البقر، علشان كانت تديهم ملء ودفء ويتخنوا كده ويسمنوا ويبقوا حلوين، خصوصا البنات. طيب خلينا الاول نقول مقاديرنا ونبدا نتكلم عنها مع بعض ونتكلم عن فوائدها. والنهارده احنا معانا مفاجاه فيها، الحقيقه لفينا عليها لحد ما لقيناها، وهي من الحاجات القديمه قوي اللي كانت بتضاف على المفتقه بعد ما بتخلص هنحكي عنها دلوقتي. اول حاجه هقول للمفتقه، هفترض ان انا عندي 3 كيلو عسل، انا هعمل 4 كيلو النهارده عشان حبايبنا كتير اللي عايزين ياخدوا المفتقه، فهنعمل 4 كيلو من العسل الاسود. انا عندي المقادير على 3 كيلو كوبايه دقيق، ممكن تزيد مع حضراتكم الدقيق يبقى ربع كوبايه زياده او معلقتين زياده للربط فقط، لكن عندي كوبايه من الزيت، وعندي 5 معالق كبار من الحلبه المطحونه، وعندي 5 معالق كبار من المغات الساده بدون اي اضافات، وعندي معلقه عصير ليمون، عندي 3 معالق كبار من الكركم، عندي سمسم، وممكن يكون سمسم ابيض وهيتحمص معانا، احنا هنحمص الحاجه دي فما فيش مشكله لو هو ابيض. طيب عندي سوداني متقشر ومجروش، وعندي معلقه صمغ عربي طبيعي، هوري لحضراتكم شكله هنطحنه مع بعض، وعندي الحبه الخضراء والكتيره. الحبه الخضراء دي كان المفروض بيضاف ليها في الوصفات القديمه اسمها نواشه، بالمطلق العام او باللغه الدارجه العاميه اسمها نواشه، لكن في الحقيقه اسمها انا وشق، هي مش موجوده، مش موجوده خالص. فالبديل ليها الحبه الخضراء دي، شايفين الحبه الخضراء دي، بصوا الحبه الخضراء دي بقى اللي بتتحمر في شويه زيت وتدي اللون الزيت المخضر على وش المفتقه دي، بقى لقيناها الحقيقه فين، في يمكن ما كانتش موجوده كمان عند احد يعني العطارين الكبار، ولقيناها في احد العطارين في شبرا، تحيه طبعا لكل اهل شبرا، الناس بقى اللي ايه القديمه اللي عندها الحاجات الاصليه. فاسمحوا لنا نبدا النهارده في الوصفه بتاعتنا ونعملها مع بعض، وهوريكم الصمغ العربي. بصوا الصمغ، بسم الله، ادي الصمغ، ده الصمغ العربي، وهنتكلم دلوقتي عنه بشكل وباستفاضه. شايفين شكله بيعمل ازاي، اهو بصوا عامل ازاي. الصمغ ده فوائده مش بس في الاكل، هو يعتبر ماده ربط، اللي عايز يستبدل يا جماعه الجيلاتين يستبدله بالصمغ العربي، حاجه صحيه يعني طبيعيه، هو منتج موجود ومزروع على الاشجار الاكاسيا طبيعي من عند ربنا كده، فاحنا بناخد حاجه طبيعيه مهمه للتجميل وللبشره وللشعر، وان احنا ناخده ليه فوائد كتيره جدا هنتكلم عنها. خليني اخد بس قطعتين، هحتاج منه معلقه. عايزه اقول لكم رائع، الصوت فيه حاجه بتوغش فمش سامعاكم كويس يا ندى. بصوا نطحن شويه، هسيب دي، عايزه اقول لكم يعني المنتج ده او الصمغ ده من النباتات الطبيعيه، فهو يصلح للنباتيين جدا وخالي من الجلوتين، ما فيهوش الحاجات دي، مش موجوده. عايزه اقول لكم كمان مصدر غني جدا من الالياف الطبيعيه، لانه بيدوب في الميه.
عايزه اقول لكم هو بصوا كده، بسم الله بسم الله. بصوا بقى بودره ازاي، اوريها لكم اهو. عايزه اقول لكم من الحاجات كمان اللي بتساعد في علاج الكوليسترول والقولون العصبي، مفيد ليه جدا. عارفين بقى بيصفي الكرياتينين، واحنا عارفين ان هو مضر عشان الكلى، لازم تتخلص من النسبه دي. الاجسام المضاده لادرار البول ده مهم جدا، يعني السمغ العربي ده من الحاجات الحقيقه الرائعه. انا بس هخليها جنبي هنا، انا طحنته قدام حضراتكم، خليته بدا بقى لونه بعد ما اتطحن. شوفوا وسبت الحجر بتاعه، شفتوا شكله عامل ازاي، تبقوا شايفين ده السمغ العربي. ده بديل الجيلاتين، بديل طبيعي ومفيد جدا. تعالوا بقى نبدا خطواتنا، هنعمل ايه؟ اول حاجه هناخد نحمص الحاجات الحلوه دي الاول. بسم الله. بصوا اللي بيتعمل بيه ماسك حلو قوي، يعني تحط ده السمغ ده مع شويه نشا. الناس اللي بشرتها حساسه ما تستخدمش الليمون، الناس اللي بشرتها تستحمل ممكن نحط نقطه من عصير الليمون. تعمل بميه دافيه، تعمل ماسك على الوش، نستنى لما ينشف وبعدين نبدا نشطفه بميه دافيه، بيشد الوش وبيشيل الخطوط وبيساعد على ترطيب البشره بشكل رائع. كل حاجه حلوه. معلش انا اربط بس الاشارة كويس. الصوت مغوش قوي يا ندى. ابعدي بس شويه لانه حاسه. تعالوا بقى نعمل كده. في ناس كتير بقى كانت بتسال على ايه، على العلاج للنمش. هو على فكره حلو للمعالج للنمش، بيوحد لون البشره بشكل كويس. ناخد كده نسبه زيت، هناخد نسبه زيت نحمر فيها بقى. هنحط اول حاجه نبدا نحمرهم الايه، الكركم والحاجات اللي هي المغات. تعالوا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمصهم تحميصه حلوه كده. طبعا ايوه. حلبة، وهناخد الدقيق كمان. بصوا هنقلب بس تقليبة كده، بسم الله كده. بصوا الريحة روعة، ندي تحميصة بس حلوة. انا اشوف كده ايه الطاسه القمر دي، افصل كده اخد طاسه تانية اولع هنا، حمص فيها بس دي تحميصه كده. هنحمص هنا بس كده. بصوا هنحمص كده، خليني بس اخد الدقيق ده كده هنا تحميصه كده على الجاف. انا عايزه انا جهزت النار ماشي، بس ايه تحميصه كده خفيفه ماشي لوحده، بعدين هنضيفه على المكونات بتاعتنا، مفيش اي مشكله خالص. انا هنا عندي، بصوا بقى عندي شويه سمسم، انا الحقيقه ضفت عليهم معلقه صغيره من حبه البركه، ناخد فايدتها برضو، تدي طعم حلو. مش عايز يضيفها ما يضيفهاش، بس هي من الاخر يعني تبقى كده برطمان ما شاء الله. يعني حمص بقى تحميصه كده حلوه. ممكن نستخدم الويسك بس انا مش عايزه ادوش حضراتكم. نقطه بس من الزيت كده، وهنحتاج نملى شويه، ولا دول ممكن كفايه نحمر فيهم الحبه الخضراء. ايوه كده. بصوا سيب بس الخليط ده ياخد تحميصه حلوه كده، يطلع كل الحاجات الحلوه اللي فيه، شايفين ازاي؟ وهنا
هناخد برضو معلقة كده لطيفة خفيفة، ممكن سباتيولا كده عشان ما ازعجش حضراتكم بالايه الصوت الفظيع ده، ونحمص كده على طاسة جافة. سخنت تمام. بتسخن بس ايه عشان هو ما يتحرقش، انا مش عايزاه يتحرق، انا مسخنه النار بحيث ان هي تبقى متوسطه تحته، فيعني ياخد بس يطلع ريحه دي، وبعدين هضيفه هنا هحمصه مع بقيه الحاجات. بصوا تحميصه بس كده لسه، خليني برضو هنا، انا السوداني عيني مش محمص قوي، فانا عايزه احط نسبه سوداني كويسه، وهنسيب شويه للوش. خلاص يا لهوي يا ريحه وجمالها، المغات عامل شغل عالي، والحلبه عايزه اقول لكم دي من الحلويات اللبنانيه اللي بيتميزوا بيها اهل بيروت تقريبا، يعني عن المدن الثانيه ليها عندهم مناسبة كده بيعملوها. عايزة أقول لكم إن هم بيحتفلوا بحاجة اسمها أربعة أيوب، بيبقى أعتقد أربعة أيوب ده بيبقى تقريبا الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل سنة، على مع إن الاحتفالات دي توقفت من الستينات. بصوا ان هم كانوا يعني بيحيوا التقليد الجميل ده عن سيدنا ايوب بالنسبه لصبره وتحمله وتحمل العناء والصبر. بصوا ليه يعني سنين الطويله اللي عانى فيها سيدنا ايوب في مرضه وتعبه. عايزه اقول لكم بقى المفتقه دي اللي عايز يتخن هو اللي هياخدها، زياده الوزن ناكل مفتقه، ده الحل سريع للي بيعاني من نحافه شديده، ممكن يستخدم المفتقة، وهي كمان في ناس بتستخدمها كفاتح شهية على فكرة كتير، لأن هي فيها مصدر أساسي بقى من فيتامينز كتير للناس اللي عندها أنيميا، لأن هي غنية بالحديد طبعا، العسل الأسود، فيها نسبة كالسيوم عالية، فيها فسفور، فيها طبعا نسبة مضادات أكسدة كبيرة جدا. تعالوا كده هنقلب بقى ونحمص الدقيق ده. بصوا انا شلته الدالون كده عاجي شويه، بس انا هحمصه برضو مع بقيه الحاجات الحلوه دي، ازود شويه من الزيت. يجي بس يملى لي زيت هحتاج اهو. بصوا تتحمص بقى حلوه مع الدقيق الجميل ده، حطينا شويه من السوداني، هنحط بقى شوية سمسم سادة، وهزود شوية من السمسم اللي هو فيه حبة البركة، شوية بس، يعني كأني قسمت خليط السمسم ما بين، أنا كل زودته معلقة واحدة حبة البركة بس تدي فايدة. بصوا خلي محمد يجي بس يجيب لي زيت يا نت. ماشي اوكي. بصوا كده المفتقة دي عايزة أقول لكم للأطفال رائعة، بتديهم طاقة كده وباور يا حبايبي، ومليانة عناصر غذائية مهمة. معلقة، أنا مش بقول لحضراتكم تأكلوهم منها، يعني معلقة كبيرة كده تفيدهم وتفيد جسمهم بشكل جميل. بصوا الريحة روعة، حمص تحميصة حلوة كده، شايفين إزاي؟ الله. تعالوا بقى هننزل كده بالإيه بالويسك كده دول، عشان نبدأ بقى نضيف العسل مع بعض. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي كل دول دلوقتي بسباتيولا، بس ايه نحط الكمية بتاعتنا. بسم الله. خلوا بالكم لازم تعملوها اولا في وعاء كبير شوية لانها بتفور، خلاص ما ينفعش نعملها بكيلو عسل، مش هتصفصف على حاجه، اقل حاجه
2 كيلو او 3 كيلو، بتخس شويه وبتفور، نخلي بالنا ان احنا هندي النار في وقت معين. طيب عشان تديكوا برطمان حلو لا باس بيه تستمتعوا بيه وتاكلوه. في ناس تحب تضيف مكسرات زي مثلا عين الجمل، فستق ممكن، بس احنا عرفناها بالسمسم والسوداني وهم اكثر فايده. السمسم ده مخزن كالسيوم، فاحنا ما احناش يعني ايه هيبقى ناقصنا فيها فيتامينز ولا حاجه. تعالوا كده، بسم الله، اهو بعمل كده، ممكن اضيف ارجعها تاني في نفس البرطمانات اللي احنا ايه طلعنا منها العسل، عادي جدا على فكره، تتحفظ فيها مفيش اي مشكله خالص، تتغسل ونحفظها طالما البرطمان صحي، يعني الرقم بتاع البلاستيك بتاعه مناسب ان احنا بس نسيبها ايه تهدى لازم. خلاص ادي كده، شايفين ازاي كده. معانا ام اسلام حبيبتي، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبتي. الف مبروك يا روح قلبي يا ام العريس. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الف مبروك يا روح قلبي وعقبال ولادك يا رب. امين في حياتك حبيبتي، ويعني فرحانه جدا جدا، واتمنى يا رب ان انت دلوقتي بقيتي يعني ايه خدتي نفس شويه. خدي بريك بقى. الحمد لله الحمد لله. بريك مين ده؟ خدي بريك بس عشان ايه يعني عقبال ما العريس يخلص العسل تكوني انت خدتي بريك. بقول لك وحياتك، تليفونات من الصبح عمالين يتصلوا بيا. والله انا مش عارفه اقول لك، هو ده احساس يمكن الواحد بيحس انه الواحد وما اعرفش بيحصل حاجه غريبه كده، بس انا حصل لي كده. الحمد لله. ربنا يخليكي ليهم يا حبيبه قلبي. حلوه بس كانت ناقصاكي يا روح قلبي. كانت جميله يا حبيبتي. ان شاء الله احضر الاسبوع بتاع البيبي بقى ان شاء الله. حبيبتي ان شاء الله. حبيبتي والله انا اللي هعمل المغات. طب يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. بشكرك جدا جدا، مش قادره اقول لك قد ايه. على ايه يا روح؟ نورت الدنيا كلها. الله يسعد عمرك حبيبتي. عايزه اشكر بس الاموره اللي بتعمل لك الميك اب حبيبتي. اشكرها بتاع الميك اب بتاعك حلو قوي. الله يخليك. انا بشكرها حبيبتي. تسلامي. يعني ربنا يديها الصحه يا رب. امين يا روح قلبي. امين. وكل كرو البرنامج ربنا يخليكوا لينا يا رب. امين. واحلى قناه في الدنيا حبيبتي. ربنا يسعدك. اللي على راسنا من فوق حبيبتي. تسلمي لي يا روح قلبي. تسلمي يا قلبي. تسلمي يا حبيبتي. حرمش منك يا ام اسلام. امين في حياتك يا روح قلبي. يا حبيبتي. شكرا يا ام اسلام. في حفظ الله يا حبيبه عمري. في حفظ الله. ربنا يفرحكم كلكم بأبنائكم وأحفادكم يا رب. بصوا كده الريحة جميلة، شايفين؟ هتبدأ بقى تتقل. لازم أسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها. السمغة مش هضيفه دلوقتي، قبل النهاية هضيفه، ماشي؟ الحبة الخضرة دي في الآخر خالص قبل ما أحطها في البرطمان هبدأ أعمل. بسيب بس شوية من السوداني، بحب أحطهم على الوش. يلا بينا. خلي بقى ده أنا مش هحتاج الأربعة كيلو عسل، حطيت تلاتة أهم. اهم حاجه تخلوا بالكم عشان العسل بيفور، فلازم يبقى الحله كبيره شويه. طيب هسخن بس هنا شويه كده. معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا قمر. ازيك يا عظيم؟ الحمد لله يا روح قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي. تسلم ايديكي. تسلمي يا روح قلبي. مفتحه، خلي بالك انا بحبها برضه. يا حبيبتي يا حبيبتي، ده احنا نشحن ونودي على الصعيد على طول. حبيبتي ربنا ما يحرمني منك يا رب. حبيبتي ولا منك يا عمري. تسلمي. بصي يا قلبي، انا اول طب ابارك للمسلم، ربنا يخليه لك يا رب وتفرحي بعوض يا رب ان شاء الله، ويهدي سره يا رب. امين امين حبيبتي. وعقبال كل الحبايب وعقبال ولادك يا شوف عظيمه تفرحي بيهم يا رب. حبيبتي امين في حياتكم يا رب. تسلمي لي. بصي يا قلبي، قولي لي. العسل والجبنه كنت انت عملتيه فتره من كفته في يومي. أيوة. يا رب مظبوط. عينيا عينيا عينيا، انزلها لك الطريقه واقولها لك. عيني. يا ريت يا حبيبه قلبي. عيني عيني يا ام جوزيف. كل سنه وانتم طيبين كلكم حبيبتي. حضرتك طيبه وخير يا رب. ربنا يخليكي يا قلبي. في حفظ الله. مع السلامه يا ام جوزيف. كل اخواتنا المسيحيين كل سنه وحضراتكم طيبين. يجعلوا عيد سعيد عليكم باذن الله. بصوا بقى، انا عليت شويه النار وايدي فيها، انا مش بحب اسيبها قوي، بحب شويه شويه واقلب. يلا بينا بقى. انا هبدا اعمل ايه، انا هسيبها شويه كده وهديت يعني خليت النار وسط، وانا شغاله مع حضراتكم ان شاء الله تربط معانا ونطلع الدنيا تبقى جميله. هنستسمع حضراتكم بقى في بريك ونرجع ان شاء الله نعمل وصفه لطيفه جدا من الحاجات المحببه قوي. نشتغل بيها شويه، يعني هقول لكم بدائل ليها لكن بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.
هاخد كده دول هنا وتعالوا نبدا في وصفه جديده ننزل مقادير. هنعمل طاجن لسان عصفور. لسان عصفور دلوقتي في منه احجام جميله جدا. الناس اللي بتحب بدائل الرز البسمتي ممكن تستخدم لسان عصفور مكان الرز. جربوه كده اعملوه زي الرز الاصفر او البرياني هيطلع رائع ان شاء الله. نعمل لكم وصفه من دي الاسبوع اللي جاي باذن الله، عشان انا عارفه انه اسعاره بقت عاليه شويه وممكن يعني نستغنى عنه ونستخدم حاجه بديله ليه. طيب نعمل طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص، الحاجات المحببه وبيتباع بره في كتير من المطاعم او الاماكن اللي بتحبوا تاكلوا فيها يعني. تعالوا عندنا نص كيلو من الكبد والقلوب او القوانص لو بتحبوها، بس هقول لكم فكره القوانص عشان هنسويها نص تسويه الاول. عندي كوبايتين من لسان العصفور، وعندي بصل مفروم ناعم، بصل اخضر مفروم، وجزر مفروم، وكرفس، وفلفل حار، وعصير طماطم، معلقتين صلصه، طبعا ملح وفلفل اللي عايز ينكه بيه، شويه بهارات حلوه بقى. نحط بقى شوية بهارات جميلة، ورق لورا، قرفة، الحاجات الحلوة دي اللي ايه تدي تيست وطعم. انا سخنت هنا قوي علشان انا هبدأ اول حاجة هاخد كده شوية من الزيت. وعندي مستكة، هاخد فصين مستكة كده حلوين، وهبدأ انزل الاول القوانص. ليه؟ لان هي تاخد تسوية مختلفة عن الكبد، عشان بس ما ترطش عليا. اهم القوانص الاول متقطعه، الناس اللي محبه للقوانص. بصوا ايه هي دي يا ندى. بصوا القوانص الاول خلاص. انا هنا ده محطوط كان في عصير ليمون، خلينا بس ايه انا بعد المستكة دي تشيل من الزفارة وتخلي الطعم جميل، خلينا بس نظبطها. بصوا بقى هاخد معاها رشة فلفل ورشة ملح كده، وبعدين ايه هديها بس نقطة من المرق، نقطة صغيرة تستوي فيها شوية، تاخد بس ايه غلوة كده مع المرقة دي عشان القوانص بتاخد شوية وقت. بما اني انا حاطة قوانص مع كبد اذا التسوية هتبقى مختلفة. بصوا بقى هنا المفتقة بتفور ازاي، هو ده اللي انا بقوله لحضراتكم اهو. تعالوا بقى نقلب. بسم الله شايفين ازاي بتفور. لازم حله كبيره يا جماعه واسعه عن اللي انتوا عاملين، اوعوا تعملوها على القد عشان لا قدر الله ما تفرش براها وتقع منكم. اهو شايفين ازاي، بصوا القوام يبدا يتقل شويه شويه ازاي اهو. خلاص وهناك انا بعمل القوانص، حطيت رشه ملح، دلوقتي رشه بهارات. القوانص بنسويها الاول عشان هي بتاخد شويه تسويه بس. خلاص وادي شايفين المفتقه هتبدا تتقل معانا اهي وتبقى جميله. خلاص في ناس بتحبها قوامها متوسط مفيش مشكله، وناس بتحبها تقيله قوي. شايفين ازاي، خليني اخد بقى من هنا معلش رشه من البهارات، رشه قرفه بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بهارات الفراخ، هنتكلم بقى عن الفراخ. الكبد والحاجات الحلوه بتاعت الفراخ دي فيها فيتامينز كتيره. بصوا عايزه اقول لكم غنيه جدا بنسبه حديد، وعايزه اقول لكم الناس برضو اللي عندها انيميا بياكلوهم كبد، مش بس الكبد البقري لا كمان كبد الفراخ. فيها كمان نسبه مغنيسيوم عاليه جدا وزنك، عايزه اقول لكم بتنشط الذاكره جدا. بصوا بقى القوانص لازم شويه كده شايفين تنزل الصوص كده وتاخد تسويه، وبعدين نبدا ننزل عليها الكبد. انا هحطها زي ما هي مش عايزه اقطعها كتير، كبد والقلوب، علشان عايزاها تبان في الطاجن بتاعي تتاكل تبقى حلوه. هنشوح كده تشويحه حلوه. سبحان الله الولاد او الابناء منهم انواع،
في اللي بيبقى مرتبط بعيلته جدا وبيبقى يحس بالغربه وانس انه اتجوز، يحس ايه ده انا حاسس ان انا وحيد. انا دي مساله صعبه جدا، الحاجه بتحصل لبعض الناس، يمكن حصلت لي انا منهم. صلت بعيلتي كلها جت في نفس اليوم وعيله جوزي كمان كلهم يجوا يقعدوا معانا، احساس غريب جدا. فبيبقى في المرحله الاولى دي المسألة بتبقى طبيعية، مش عايزاكوا تقلقوا، مش عايزاكوا تبقوا خايفين، بس بعد كده الدنيا بتبقى جميلة، فده شيء طبيعي. طبعا الأهل واجبهم انهم يدعموا. تعالوا ناخد مدام منال. أهلا وسهلا. صباح الفل، انت جميلة والله. الله يسعدك يا حبيبي، انت جميلة بمعلوماتك يا حبيبي، كلامك الحلو اللي على الصبح ده. الله يسعد قلبك يا مدام منال، خلينا كده نخلي العائلات كلها كده تتلم حوالين بعضيها بكلام يا حبيبتي. الله يسعد قلوبكم، دايما متجمعين في الخير يا رب دايما. كل سنة وانت طيبة حبيبتي ونفس الأيام الجميلة دي. الله يسعد قلبك وحضرتك بالصحة والسلامة والسعادة. تسلم ايدك على المفتقة، تحفة شيف عظيم. الله يسعدك، الله يسعدك. عايزة بقى يا سلام، احنا قلنا بس العنوان والله وانا ابعت الراجل لحد عندك. بس هي سهله فعلا قوي، بس كده هتكثر في السكريات قوي. بصي، هي طبعا متاخده لناس يعني تدي طاقه معلقه واحده، احنا مش عايزين غير معلقه واحده. او هي حلوه للاطفال كده، وحلوه للاطفال وحلوه للرياضيين تديهم طاقه باور، وحلوه للبنات اللي عايزه تتخن. حبيبه قلبي، ما احنا عايزين نساعد برضه يا مدام منال. لا تسلم ايدك فعلا والله بجد يعني. الله يخليك يا حبيبه قلبي، الله يسعدك. صباحك رضا من رب العالمين يا رب. تسلمي لي حبيبتي، نورتينا وشرفتينا يا مدام منال. بصوا بقى، نقلب تقليبه حلوه، انا حطيت البصل، فلفل، هنزود تاني على الكبد، مش عايزاها تتهري، بس انا هحط عليها شوية بصل أخضر. بقى البصل الأخضر كتير دلوقتي، استخدمه منه شوية، والله بيدي طعم رائع في السلطات، في الطهي ممكن وحدايا كده مع البصل الأبيض تديكوا طعم جميل مميز وتاخدوا فوايده كده. الريحة بقت رائعة. هنا أنا مسخنة النار، عايزة أشوح اللسان عصفور يعني أحمره، وطبعا الفرن عندي سخن. خليني كده اخد شويه معلقتين زبده وشويه زيت، برضو مهم الزيت. خلاص، اللي عايز مش عايز دهون يحمصه في الفرن، يعني ممكن قوي في الفرن نحمص اللسان عصفور كده ونقلبه كل شويه على صاج، يطلع رائع مفيش مشكله خالص. حاضر، شفتوا، انا شفتها على طول، تقلقوش حبايبي، شكرا ليكم. نقلب تاني المفتقه القمر دي، بصوا شايفين، انا هبدا هنا في المرحله دي هضيف السمغ العربي، معلقه واحده صغيره، معلقه واحده، معلقه واحده صغيره. فقط لا غير. انا عارفه ان مدام سميره هتحب موضوع اضافه السمغ العربي في المفتقه دي، عشان هي من الناس اللي بتقدر السمغ العربي وفوائده جدا، كانت بتطلب مننا حاجات كتير وصفات بيه. هاخد رشه فلفل بقى على الكبد الحلوه دي ورشه ملح، مش هكتر لاني هضيف مرق. بصوا، هاخد شويه كميه حلوه كده من اللسان عصفور، هنحمصه هنا ونقلب. بسم الله، معلقتين هنخلي عصير الطماطم، احنا دايما لازم نصفي الطماطم علشان حافظوا على المستكه بقى، لو باقي شويه شيلوهم لانها بقت غاليه جدا، بس المستكه مهمه ضروريه وليها فوائد كتير. هرفع الكبد دي من هنا، خلاص هسيبها بقى ترتاح عشان مش عايزاها تتهري، وهبدا اقلب هنا. ممكن نضيف شويه زيت كمان صغننين، ممكن انقل ده هنا احسن، ممكن تسمحوا لي انقل اللسان عصفور الناحيه دي بعد اذنكم.
تسلمون يا رب. بصوا ننقل لسان عصفور ممكن الناحية التانية، على العين التانية هنا. هنسيب ده بقى خلاص، نطفي دي. اوكي ويلا بينا. بسم الله نحمصه تحميصة حلوة. معانا مدام سميرة، يا أهلا وسهلا. يا أهلا بيك يا حبيبتي مدام سميرة. صباح الفل يا روح قلبي. عاملة إيه يا حبيبتي؟ تسلم إيدك عن مفتقة، بس نفسي تحطها لي معلش على الشاشة تاني. عيني حالا يا مدام سميرة، تقولي لي عليها معلش عشان فتحت متأخر. يا روح عينينا ليك يا مدام سميرة. تسلم عينك يا حبيبتي. أنا عملتها بالصمغة عشان عارفة إن أنت بتقدري الصمغة العربي. أنا عندي فعلا صمغة. أنا عندي المقادير هتنزل حالا دلوقتي. انا بقول لك انا عندي اطحنه يعني ولا ايه؟ انا طحنته حالا، لسه طحنه. هناخد معلقه واحده صغيره بس. طيب خلاص، بس كده حته صغنونه كده نطحنها، وهي المقادير قدام حضرتك، يا ريت تصوريها. طيب يا حبيبتي هصورها، بس عايزه بس اعمل تهنئه معلش لمؤتمر حبيبتي. طبعا اتفضلي يا حبيبتي. اقول لها الف مبروك و الله يبارك فيكي. عقبال كده يعني تفرح بأحفاده إن شاء بأحفادها إن شاء الله. أمين يا رب أمين. عقبال ولادك يا حبيبتي. حبيبتي في حياتك مدام سميرة، تسلمي لي. وكل سنة وأنتي طيبة. وحضرتك بألف صحة وسلامة. في حفظ الله. كل سنة وأنتوا طيبين كلكم يا مدام سميرة، كل إخواتنا المسيحيين. كل سنة وحضرتك طيبة. يا ريت تصوري المقادير نزلت أهي. أنا حمصت كل الحاجات في الأول يا مدام سميرة. التحميص مع كل الحاجات الجافة مع شويه من الزيت لحد ما طلعت ريحتها وتحمصت، وبعدين اضفت طبعا السوداني، اضفت السمسم، بس انا ضفت برضو من عندي هنا شويه من حبه البركه، حطيت معلقه كبيره حبه بركه عشان ناخد فايدتها برضو، تدي طعم حلو. في بعض الانواع او بعض الشركات بتعمل المفتقه دي وبتنزل معاها حبه البركه، زي ما بنشوف في انواع العسل الابيض اللي بالمكسرات اللي بيبقى ليه انواع، ناخد فايدته برضو بما انها من الحاجات المفيده. النهارده انا جبت يا مدام سميره الحبه الخضراء، الحبه الخضراء اهي، عشان تدي لون مع الزيت الحلو اللي الايه للمفتقه على وش البرطمان بتاعه زمان. بصوا بحمص كده لسان عصفور وايه بشكل جميل. انا هعمله بطريقه لطيفه جدا، هو ما بياخدش وقت في التسويه، بس لازم اضيف له شويه مرق واسيبه يتشرب حلو كده. في ناس على فكره بتحب تعمل لسان عصفور ده ابيض، يعني ما بتحبش تحمره. لما بيعملوه مثلا سايب اللحمه المفرومه ويحطوا على وشه موتزاريلا بيبقى لطيف برده، بيعملوه على الصاج كده. وايه شايفين يعني ايه يا حبايبي؟ لا احنا هنعمل لها دلوقتي الحبوب بتاعتها، بس لما نقفل الطاجن على النار بتشد، وبيسالوني بتشد وتتقل وهي على النار، ولما بتبرد بتتقل اكتر. ماشي، عشان تبقوا انتوا عارفين احنا نوصل دلوقتي لسمكه معينه، عشان لو سبتها اكتر من كده ووصلت لسمكه تقيله زي ما انا عايزاها في البرطمان هتبقى مش هتعرفوا تطلعوها منه. خلاص ده عسل، عسل اسود يعني ممكن يتحول ل قطعه جامده ماسكه. خلاص فاحنا بصوا، والصمغ طبعا بنضيفه في الاخر عشان نديها وقتها ويديني القوام الحقيقي بتاعها، فالصمغ لما اضيفه يكمل القوام اللي انا محتاجاه. بصوا بقى ادي لسان عصفور اهو كده، وهنبدا نجهز بقى طاجن عندنا. رايح حلو. بصوا مين ليش اللسان عصفور؟ انا بحبه جدا وبحب الطويل، في منه انواع صغيره وفي منه انواع طويل كده. الطويل ده بقى هو ده اللي ممكن نعمله طواجن حبه كبيره منها، وممكن نعمله بديل للرز البسمتي. لو انا عايزه اعمل شويه رز بالكاري او بالكركم او بديل البرياني هحط لسان عصفور هيطلع تحفه. هعمله كده نشوف القوام بقى. شويه بقى لها شويه، انا عليت عشان الدنيا تظبط سنه، يعني سنه عشان تنجز معايا. بصوا هنا اهو
النار والمحتويات اللي حطيناها، كوبايه الدقيق ومعلقه الصمغ العربي، فاهمين قصدي؟ وطبعا قوام العسل طبيعي، احنا لو جبنا عسل ابيض وقعدنا نقلبه 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 هيوصل لقوام معين هيتقل، لو انا حطيته في ميه ساقعه زي ما كنا بنعمل حلويات المولد هتلاقوه بدا يدي قوام، الاول الكره اللينه وبعدين يوصل الكره اللي بتتكسر وهكذا، فده شيء طبيعي. فاحنا بنعتمد على الحاجتين دول اهو. بصوا بقى، هاخد بقى انا الحقيقه بقى عايزه اعمل حاجه لطيفه جدا، هضيف هنا بس ما تستغربوش، هضيف هنا شويه من المرق معلش، وهضيف شويه من عصير الطماطم وهقلبهم شويه مع بعض. انا عايزاه يبدا يتشرب علشان لما احطه في الطاجن يطلع معايا على طول في الفرن، دي تسويه سريعه خلوا بالكم. ماشي، هنبدا بقى هنا هنجمل ورقه لورا او ورقتين، شويه البهارات لو في رشه جوزه الطيب حطوا رشه بقى من القرفه حلوه كده، هنقلب حط هنا، لازم المرق ما ينفعش احط طماطم بس علشان عشان ما بتسويش، طماطم مش هتسوي صح الكلام. معانا ناس بسم الله ما شاء الله، مع ان قسم يا استاذ فضل انت فندم في كل الاقسام، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى يلا، ماشي حبايبي يلا اهو حلو. بصوا بقى القوام بقى روعه، تقل اهو. انا الحقيقه ما بحبهاش تقيله قوي، يعني دي هتتقل كمان شويه عن كده هتتضاعف التقل بتاعها. تعالوا بقى نعمل الايه الحبه الخضراء بتاعتها، وسايبين هنا اهو الكبد في جنب ولسان عصفور، بيقولوا ايه يشكشك ياخد كده شويه يبدا ينفش سنه، وبعدين ابدا احطه في الطاجن واديله التسويه الاخيره. يلا بينا، تعالوا بقى نرفع دي شويه من على النار، وهحمر هنا، هحمر في الطاسه الجميله دي. انتوا خدتوها مني فين يا حبايبي؟ انا اتنشلت، اجيب واحده تانية؟ اوكي طيب، ناخدهم في هنا مش مشكله، طاسه يلا بينا. حله صغنونه اهي نونو مينيو، وتعالوا نحمر الحبه الخضراء. يا سلام، هتدينا بقى شويه خضار كده يتحطوا بقى، ما نيجي نعمل الزيت بتاع الايه نحطه على وش المفتقه، خبر ابيض. طيب انا هجهز هنا مع حضراتكم البرطمان، خليني اقص ده، انتوا عاملين ايه ده فن تجريدي؟ ماشي مش مشكله، حاضر بتعلموه يعني، ده ايه بعيدا عن الباقي. طيب ماشي، هنحط هنا وهاخد كده لوش، بسم الله بسم الله. بصوا تقلت بقت ماسكه ازاي، بصوا على اللوش بقت خلاص، شوفوا كل ما بتقعد بتتقل ازاي، عشان كده انا بقول لحضراتكم انا ما بتقلهاش خالص لانها بتتقل، ومش عايزين القوام يبقى عامل زي حاجه ماسكه في بعضها كده. تعمل ما شاء الله كميه، 3 كيلو عسل دول يعملوا كميه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليها يعني. هادوا بقى حبايبكم، والولاد تفضل موجوده عندكم، حاجه بيتي معموله في البيت بشكل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ بسم الله. أنا غرف سايبة لسان عصفور زي ما بيقولوا ياخد غلوة كده، شايفين الجمال؟ ريحة المغاد. نعم؟ ما هيبقى فيه فاضل بقى يعني كل حبايبنا اللي عايزين. بسم الله، وهعمل لكم طبق برضو تشوفوها فيه، هغرف في طبق خلاص عشان تتشاف. برطمان احنا هنشيلها فيه، بس احنا كمان
بيخليها لونها اخضر. دي حاجه كده ابا عن جد، عارف الموضوع ده؟ انتوا عمالين تسالوني صح؟ بيحفظها، ما هي الحبه الخضراء دي ليها فايده في الاخر. اهي بصوا. بصوا الزيت لونه هيخضر. خليني اخد شويه كمان. الاخضر ده هينزل وهيرجع لون الحبايه ما فيهوش اخضر. هاخد انا الزيت ده وهصفيه. وده بيحافظ برضو عليها. عايزه اقول لكم الحبه الخضراء دي بتضر البول، مفيده جدا للطحال. عايزه اقول لكم الناس اللي عندها مغص وعندها حاجات كده بتبقى رائعه ليها، مفيده ليها جدا. في ناس بقى كانت زمان بتقطر بالحبه الخضراء دي في الودن، يقول لك الزيت ده بيعالج الالم بتاع الودن. بصوا هنا هقلب كده. بصوا لسان عصفور بدا ايه يقول حاجه، يعني عشان انا عايزاه ما ياخدش وقت في الفرن. شايفين ازاي؟ هغرف لكم بقى بقيه المفتقه دي في طبقه كده عشان نبقى في التمام. اهو الطبق بتاعنا القمر. بسم الله. يلا بينا. ادي برطمان وادي باقي المفتقه. لا مش هتستحمل لان هي سخنه جدا. ماشي اهو. ولسه في تاني. خلاص حاضر هشيله لكم حالا. معانا من مين؟ رودينا يا حبيبه قلبي، اهلا اهلا. ازيك يا شيف عظيمه، انا بحبك قوي. ازيك يا رودي، انا كمان بحبك قوي يا روح قلبي. وكان نفسي تعملي لي الجيلي كولا. انا هعمل لك الجيلي كولا، يا نهار ابيض. طب بصي بقى اتفرجي على حلقه الاسبوع ده هتلاقي الجيلي كولا اللي انت بتحبيه هعمله لك. اتفقنا؟ وهنزل لك كمان يوم هعمل لك فيه نوتيلا عشان انا عارفه ان انت بتحبي النوتيلا. مش انت طلبتيها مني؟ عجبتني المفتعه قوي اللي حضرتك عاملاها. قلبي انت تسلمي يا روح قلبي، تسلمي يا عمري. انا هشيل ده. انا ميرسي ان انت بتجربي الحاجات بتاعتي يا رودي. تسلمي لي. سلمي على مامي كتير. اوكي. اوكي يا روحي، نورتيني وشرفتيني. يعني اهو هحطه حالا. بصوا استنوا زيان. الله تسلم ايديكوا والله، ميرسي ميرسي بجد ليكوا. تعالوا بقى نقفل الطاجن ده ولو انه صغنن بس ماشي. يلا بينا هناخد شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى لسان عصفور بدا ايه يقول حاجه، وده سريعا يعني الناس اللي عندهاش وقت زي حالاتي كده. بصوا كده بسم الله. ولسه هنضيف شويه من الصوص ما تخافوش. حاضر. عايزين تمشوا تروحوا فين يا ندى؟ هتسيبوني لوحدي يا ندى؟ شايفين الريحه تجنن. واو. هاتوا الكبديه. طبعا حط بس بقيه اللسان عصفور اذا سمحتوا يعني. الكبد دي هرميها يعني. بسم الله. علي هياخدها ياخدها علي. يا سلام، ده احنا علينا العلوه يعني. طيب هناخد كده حاجات بسيطه بقى، رق كده خفيف، وهنصب شويه صوص تاخد من بعض بقى مع طعم الكبد اللي اتشوحت في المستكه والجوز الطيب والبهارات والحركات. تعالوا بقى. حاضر هقول لكم بقى ثانيه واحده. واو بصوا بقى الحبه اللي باقيين دول هعمل كده. يلا بينا نطلع بريك. هدخل ده في الفرن بس استنوا دقيقه. بصوا شايفين ازاي؟ الله
اللي عايز يحط بقى شويه شريحتين طماطم حركات من فوق براحته، حبه كبد كده باينه ماشي ممكن وما فيش مانع والله كده. يلا بينا ندخل بقى على الفرن، حراره 180، هنحطه على الشبكه في النص. بسم الله يلا حبايب، وهنسيبه 25 دقيقه تقريبا على حسب درجه حراره الفرن. هو مصلصل خالص ولسه ستيل فيه، مش عايزاه يبقى معجن، انا عايزاه يبقى مفلفل. بسم الله اهو شايفين ازاي. يلا بينا نقفل بقى ونستسمح حضراتكم في بريك بقى، نوضب المكان ونرجع مره ثانيه نشوف هنعمل ايه بعد الاستراحه. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه، وعملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا؟ عملنا المفتقه طريقه لطيفه، يا رب تنول اعجاب حضراتكم، وعملنا الطاجن. خلينا نبص عليه بصه كده، شغال تمام، بس سيبوه بقى ياخد لون وياخد حركات. احنا سوينا تقريبا كل حاجه مستويه ما عدا يعني سيكه كده للسان عصفور، تمام لسه شويه، لسه نسيبه شويه خلاص. خليني بس اهدي هنا، ماشي اوكي كده خلاص. يلا بينا نبدا نعمل وصفه لطيفه جدا هنستفيد بيها بحاجتين، يا اما تتحشي فريك تبقى حلوه قوي، يا اما تتحشي رز بالخلطه، يا اما ممكن تبقى لسان عصفور وكبد بس تقطع صغير جدا، او خضار للناس اللي بتحب الخضروات تستخدمها في الحشوات. احنا هنعمل رولز كده الفراخ بس هحشيها شويه خضار، لطيفه وحلوه وبتنفع كتير في العزومات، ليها صوص كده بيتحط لها توبنج لطيف. عملت جزء منها بالرز اللي بالخلطه والقرفه وزي ما بنحشي الحمام كده، وسيبنا فيها جزء نعمله بالخضار مع حضراتكم. هي برضو وصفه بسيطه ولطيفه. تعالوا ننزل المقادير، عندي فراخ رول، عندي التتبيله الاوراق، انا هاخد الورك هيتفتح ونخلي العظمه منه، وهناخد معاه توم مفروم، وهاخد معاه روزماري فريش، يفضل لو فريش، لو عندنا زعتر فريش يبقى رائع. عندي بشر ليمون لو في ليمون اضاليا، مش عارفه محمد مش حاطه ليه بس ماشي. عندي بابريكا وعندي ملح وفلفل. هاخد كده ليمونه اضاليا معلش معايا جنبي. اوكي. وعندي للحشو هو بشر لي شويه بس انا هخليها عشان تشوفوها. عندي للحشو بقى كوسه، عندي جزر، عندي فلفل الوان، عندي كرفس، عندي بصل اخضر، عندي توم مفروم، دبس رمان معلقتين، عندي بهارات دجاج، روزماري وزعتر اكيد هحط مع ملح وفلفل، وعندي كوبايه مرق، وعندي خله سنان او اللي هي تو سبيكس او الرباط بتاع الدباره، اللي يريح حضراتكم في الاستخدام استخدموه. شوفوا اشكال الخضروات مبهجه وجميله. هاخد كده الزعتر الفريش وهاخد تشويحه للخضار. الصوص التوبينج بقى اللي هحطه للفراخ دي وادخلها الفرن شويه لطيفه. عارفين زي ما بنعمل عروق الرومي، التتبيله دي تنفع لها جدا خلاص، ممكن تفردوها وتحشوها، وممكن تستخدموه كعرق بالتوابل دي مع بعض، يعني تتحطوا تحطوا تحتيه بوكي جرني من الخضروات دي هيبقى رائع، هيطلع تحفه، وتتقدم كمان لوحدها كده كاسوتيه تتاخد بالمعلقه مع الصوص اللي هينزل من عروق الرومي. طيب عندي للصوص انا هحط توبنج كده معلقتين صلصه ومعلقه هريسه للي يحب الحار، اللي مش بيحب خلاص معلقه عسل، معلقه صويا صوص، رشه زعتر وروزماري، ورشه من زيت زيتون وملح وفلفل. اوكي طيب انا هاخد كده هنا من الزيت شويه صغيرين، وهاخد البصل مش هكتر منه قوي لانه في يعني ناس مش بتحبه قوي في الحشوات، بس هو طبعا بيبقى روعه، ويا سلام لو كان بصل مكرمل يعني اخد وقت كده على النار وكرملناه بيبقى طعمه يجنن زي شوربه البصل كده. في ناس بتحشي ده بالفراخ بالبصل المكرمل بس، تشويحه كده بسيطه. بص البصل الاخضر انا بحب احطه كده عشان انا هرولها بيه، وحتى لو هي باينه مش مهم. اوكي اهو هناخد كده واحدتين جزر. للاسف سمعتك. بص الجزر ده يجنن على فكره، تقطعت الجزر دي للولاد وهم قاعدين بيذاكروا، لو عملت لهم طبق فيه خضروات كده ياكلوه قوي، يحبوه جدا. شويه من الفلفل الالوان اخضر واحمر، لو عندكم اصفر ماشي كده. وناخد كام كوسيايه حلوه جميله برضو، بصوا الجمال. تخيلوا بقى ده لو قاعده لفرخه لصدور فراخ هنعملها، نحشي بيها رشه من الملح والفلفل
هوبا معلقه صويا صوص بس، رشه زعتر ورشه روزماري، وهاخد شويه من الثوم تدي تيست كده. وتعالوا بس امسح اللي انا عملته جنبي ده كده، ويلا نقلب بقى تقليبه حلوه. طعم الخضار نفسه قلب على اسيوي خالص، يعني بقى ليه تيست كده مختلف. بصوا بقى هناخده بقى ايه نص تتبيله حلوه كده في بوله. متنسوش ان هو هيستوي في الفرن، فانا مش هبقى قلقانه. هحط في البوله دي الخضار ده، يلا بينا. يهدى كده ويبرد شويه وهنبدا نحشيه. مره تانية نبدا نحشي ونخلي مع بعض فرخه كده، ونخلي بقى الوراك بتاعتها. عموما هو الورك بيتخلي من عند الدبوس دايما، بنفتح بالطول كده ونبدا نتخلص من اول عظمه اللي هي بتبقى القويه، وبعدين بنخش في الجنب. سنه سنه. ليا فيديو على اليوتيوب لو حضراتكم حابين تشوفوه، مفيش مشكله خالص. هدي رشه كده ملح وفلفل للوراك بتاعه الدجاج بعد ما اتفتحت كده، وطبعا رشه زعتر فريش بتبقى روعه مع الفراخ. الروزماري والزعتر، الروزماري طعمه يجنن مع الفراخ دايما، مع الرومي دايما الروزماري رائع. طيب رشه من البهارات، الليمون ماشي، بشر الليمون ده بيدي تيست حلو قوي. وهاخد كده مسحه من الثوم خفيفه مش كتيره. خلاص انا مش محتاجه ان انا اعمل فيه حاجه، انا عايزه بقى الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها وحطينا لها كل الاضافات دي نحطها ونرولها. بسم الله. شايفين بصل اخضر بيدي طعم حلو مسكر جميل، والجزر. بصوا على فكره الحاجات دي يعني ممكن نجربها الخضروات، يمكن احنا ساعات بس هي التوليفه بتاعتها. عارفين زي الخضار السوتيه لما يبقى فيه ناس مش بتحبه عشان هو بيبقى مسلوق وليه تيست كده ما بيضايقهم، وزي ما يتعمل بطريقه وتكلوه في مكان وتحبوه. انا هقل يعني عايزاه بالعرض زي ما هو، مش هعمله بالعكس، وهقفلها كده. وممكن بقى ايه اجيب دي هنا بالتوسبيك او بالخيط، خلاص زي ما انتوا عايزين. انا كده كده هغير الجلافز ده عشان هو بقى بيزحلق. خلاص هعمل كده اوكي، وهقفلهم كده. خلاص خليني بس اغير الجلافز ده والبس واحد ماسك نفسه، وممكن بالخيط وممكن بالتوسبيك، الاسرع على حضراتكم. هجيب كده طاجن، ممكن ناخد ده ونحط فيه دول تحته، شايفين ازاي كارضيه، عود كده من الزعتر او عودين، ورقتين لورا. طيب وتعالوا بقى ناخد التوسبيك دي. الميزه انه بقى ادي الفراخ انا عامله شويه بالرز اللي موجود عندكم، يعني انتوا مش مضطرين تعملوه زيي، بس انا عايزه اقول لكم ان طعم الخضار فيه حاجه تانية خالص. حاضر، عايزيني احركه واديها لكم فين يا ولاد؟ كده حاضر. بصوا حاضر، وهقفل من هنا. ما بعملش غير اتنين بس، كفايه جدا، انا مش محتاجه اكتر منهم. خلاص وهحطه كده، والتاني نفس القصه، مش بالضروره يكون مقفول حلو. ودي فرخه صغنونه شويه، لو فرخه كبيره هتلاقوها كست وتمام، يعني بقى اللحم بتاعها واصل للحرفين. خلاص اهو، وهقفل دي كده على الخضار تدي طعم. اوكي، الصوص بقى اللي هيتحط على الوش ده صوص لطيف جدا. بصوا الصوص ده بقوله صغننه اهي، هحط فيها نقطه صويا معلقه واحده،
نقطة عسل. دي بنعملها توبنج لعروق الرومي برضو أو للديك الرومي. معلقة صغنونة صلصة، نقطة من الهريسة، رشة روزماري، رشة زعتر، نقطتين من زيت الزيتون، وهنمسح الوش مع رشة ملح وفلفل. بصوا رشة ملح ورشة، ما زودوش لأن فيه صويا صوص، وأنا بستخدم الصويا اللايت مش ال أهو. ونعمل كده توبنج ليها لطيف مع برش الليمون. بصوا بقى هاخد كده وادخلها الفرن، بس هتطلع بقى رائعة واخدة لون حلو، خضار طعمه يجنن، وتسيبوها في الفرن من غير ما تغطوها ولا حاجة. هتاخد لها من 25 ل 35 دقيقة. ودي اتقطعت، بصوا بس شكلها في الطاجن قبل ما اوديها عشان تبقوا شفتوا شكلها اهي على الخضروات بتاعتها. اعملوا بقى اللي انتوا عاوزينه، الكمية اللي تريح حضراتكم. خلاص، وان شاء الله تنول اعجابكم. هندخلها بقى الفرن وهنستسمح حضراتكم، نستعد للاستراحة علشان نستقبل الفقرة الطبية بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم.